رياضات العرب من كل الحتت، وبعدين بنرجع في الاخر لمصر او نبتدي في مصر. بس احنا النهارده بننهي بمصر، يعني الاسماعيلي والاهلي كان مباراه قويه جدا اول امبارح. تمام. ايه رايك في المباراه؟ طبعا اعتقد يمكن الاهلي بيبعد بشكل كبير جدا عن المنافسه على قمه الدوري. يمكن الفارق مع الزمالك كان 6 نقاط قبل المباراه دي، زاد الفارق بقى 8 نقاط دلوقتي. الفريقين لاعبين نفس عدد المباريات، اهلي وزمالك، والفرق بينهم 8 نقاط على صداره الدوري. اعتقد الاهلي بيواصل نزيف النقاط بقى له فتره، مستوى في الدوري تحديدا الموسم ده تحت قياده المدرب الاسباني جريدو ومستوى متراجع بشكل كبير جدا، وزي ما بقول حضرتك ابتدى يبعد عن المنافسه. يمكن الاسماعيلي بيغير الفريق بشكل كبير، معظم لعيبه الاسماعيلي كانوا لعيبه صغيرين في السن، كلهم ناشئين باستثناء يمكن لاعب او اتنين فقط. في الحين الناحيه الثانيه النادي الاهلي عنده لعيبه دوليين، لعيبه عندهم خبرات، ورغم كده تعادل المره الثانيه مع الاسماعيلي. يمكن ماتش الدور الاول برده كان تعادل، الماتش الثاني تعادل، فشل الاهلي في تحقيق الفوز، وكان كمان خسران يمكن 1-0 لغايه الدقائق الخمسه الاخيره. ركله جزاء سجل منها مؤمن زكريا هدف التعادل للاهلي. بس ركله جزاء صحيحه، ركلة جزاء صحيحة صحيح. طبعا، لكن بقول لك يعني حتى بتعادل بصعوبة في الدقائق الأخيرة وبركلة جزاء، فيعني الأهلي كان أقرب كمان للهزيمة في المباراة دي. زي بقول حضرتك الأهلي بيبعد عن المنافسة، ودي علامة استفهام كبيرة جدا. يمكن أنا عايز أخد من كلام أستاذ أحمد كان في المداخلة معانا من السعودية، قال لك إن نادي الشباب السعودي تعرض لكبوة بسبب تغيير 3 مدربين في موسم واحد. إحنا عندنا الزمالك كابتن جمال السنة دي يمكن مفاجأة رقمية مستغرب ناس كتير ما تعرفهاش، يمكن أعتقد رقم قياسي. إحنا في نص موسم الزمالك عدى عليه 7 مدربين، منهم هشام ماكن. هشام ماكن كان مدرب للزمالك، كان بدأ طبعا 7 مدربين فنيين. يمكن أول مباراة يمكن في الموسم كان أحمد حسام ميدو، مباراة مازيمبي الكونغولي دي كانت أول مباراة في الموسم الجديد. ميدو لعب مباراة واحدة ومشي من بداية الموسم، بعد كده جه كابتن حسام حسن بالظبط لعب 3 ماتشات في الدوري، وقرار مفاجئ قالت حسام حسن. جه كابتن محمد صلاح مسك مباراة، ثم جيمي باتشيكو طبعا المدرب البرتغالي مشي مرة تانية، رجع محمد صلاح تولى حوالي 3 ماتشات، وبعدين بدأ المدرب السابع للزمالك في نص موسم. يعني بنتكلم نص موسم عدى الزمالك 7 مدربين فنيين، دول مش وقعوا فريق، دول نزلوا فريق درجه ثانيه. ورغم كده الزمالك بيتصدر الدوري وبفارق 8 نقاط عن الاهلي اللي هو المفروض مدرب عنده مستقر وموجود من الموسم اللي فات كمان. فده بقول لك علامه استفهام كبيره تحسب للزمالك طبعا ان هو متصدر في ظل الظروف دي وفي حاله عدم استقرار. النادي الاهلي بقول لك علامه استفهام ان انت يبقى الفريق اللي قدامك عنده عدم استقرار في الاجهزه الفنيه 7 مرات بيتغير، ورغم كده انت بيفصل ما بينك وما بين الزمالك 8 نقاط. فدي طبعا بتبين مدى فشل جريده مع النادي الاهلي في الموسم ده وبتعاده عن المنافسه. هشام، تفتكر ان نادي الزمالك ممكن ياخد الدوري وهو لان كل فرقه بتتراجع علشان الزمالك كويس، ولا الزمالك وحش برضه والفرقه الثانيه وحشه فالزمالك بينطلق لوحده؟ الزمالك دلوقتي بقى كويس، الزمالك دلوقتي عنده مجموعه لعيبه على مستوى عالي. الزمالك ركز الموسم اللي فات ده في تغيير اللاعبين علشان خاطر يحصل على البطوله، وانا شايف ان هذا الموسم ان الزمالك ماشي خطوه ثابته، الشكل واحد، الاداء واحد. طبعا المكسب اللي بيكسبه نادي الزمالك ده مش من فراغ، من جهد موجود، الناس كلها بتعمل في نادي الزمالك، المنظومه كلها دلوقتي بتعمل لصالح الفريق. العناصر الموجوده تؤهلك للمكسب يا كابتن جمال. بس برضو كل يعني الاهلي والام بي بيتراجعوا في في تراجع في المستوى الاداء، لان النادي الاهلي برضو التغيير اللي بيعمله في فرقته ان هو بيغير من شكل الفريق تماما، بيستعين دلوقتي بمجموعه ناشئين. النادي الاهلي ما قدرش يحصل هذا الموسم على مجموعه لعيبه تساند الناشئين، فطبعا اول سنه النادي الاهلي يهرب منه الحته دي. فطبعا نادي الزمالك قدر يحصل على مجموعه لعيبه في كل مكان، اكتر من مكان واحد واثنين وثلاثه، واذا كان الثالث مثلا فهتلاقيه بيجيد اللعب في اكتر من مركز، يعني هتلاقي لعيبه كثيره جدا موجوده في صفوف نادي الزمالك بتجيد انها ممكن تلعب في مركز غير المركز بتاعها الاصلي. فطبعا ده كل ده هيدي ثبات. تاني حاجه ان الزمالك وصل للنقاط، فطبعا انت عارف لما بتعتلي الدوري بيبقى صعب جدا انك انت تفقد هذه النقاط وتحاول انك انت تركز. والنادي الاهلي النهارده هو والنادي انبي يمكن في تراجع في الاداء والمستوى، والتغيير اللي بيحصل في الدوري وقوفه اكتر من مره طبعا بيأثر على الانديه.
تفتكر يا استاذ خالد ان ممكن هزيمه تانية النادي الاهلي مجلس اداره يفكر في تغيير مدرب ويجيبه فتحي مبروك؟ والله ده المفروض القرار الصح، لكن المفروض يحصل يا كابتن جمال من دلوقتي، حتى مش من قبل ما يستنوا هزيمه تانية. يمكن جريدو اثبت فشله بشكل كبير مع النادي الاهلي، بقول لك تراجع مستوى النتائج. كنا بنتكلم مع حضرتك بره قبل الهوا، حتى البطولتين اللي اخدهم، بطوله السوبر في بدايه الموسم مباراه 90 دقيقه انتهت التعادل وخدها بركلات الترجيح، ويمكن حتى الزمالك كان اقرب للفوز في ركلات الترجيح، لكن كوفي شاط ضربه الجزاء بره، فبالتالي الاهلي خد بطوله من الهوا. البطوله الثانيه الكونفدراليه برضو بطوله اضعف كتير من دوري الابطال، منافسين قدامه كانوا مستواهم الفني قليل. سيبي سبورت في المباراه النهائيه كان متسيد المباراه هنا في القاهره في ملعب الاهلي، ويمكن ضيع 4-5 فرص مؤكده، والتوفيق بس عشان خاطر جمهور الاهلي ما راحش زعلان في الدقيقه 96 متعب بيجيب جول، ما كانش برده جريده وما كانش ليه اي فضل فيه. لكن بغير كده خسر كاس مصر مع الاهلي السنه اللي فاتت، خسر كاس السوبر الافريقي، في الدوري متراجع بقول لك فرق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر. فبالتالي انا شايف يعني الاهلي السنه اللي فاتت غيروا كابتن محمد يوسف في نص الموسم لما حسوا ان في تراجع في النتائج، وجه كابتن فتحي مبروك عمل فرق وتولى يمكن خد الدوري بالنادي الاهلي. اعتقد ده الحل المفروض يحصل في اداره النادي الاهلي، ما تاخروش وما يبقاش في حاله من العند، لان هم واخدين، انا شايف الامور واخدينها عند شويه، لان هم اللي اختاروا جريدو فخايفين يحسب عليهم ان هم يمشوه، بالتالي يقال ان انتم كان اختياركم غلط من الاول، لكن انا شايف هم لازم يلحقوا الامور بدري. المشكله في التغيير يا كابتن جمال، يعني انا النهارده المدرب بيفشل بفريق، ما ينفعش ان انا افضل صبران عليه او اكتر من كده، لان الاهتزاز حصلت مع مانو جوزيه قبل كده، ما جه عمل نتائج وحشه مشوه يعني. يعني النادي الاهلي انا يعني لازم يعني الجماهير غضبانه او يعني شايفه البتاع، والنادي الاهلي مصر، ده مش معناه ان يبقى ده، يعني عايزين نقول ايه، ان احنا مش معنى ان احنا بندعم المدرب مثلا ندعمه علشان نخليه لغايه اخر الموسم عشان ما يتقالش النادي الاهلي مشى المدرب من بعد شهرين او من بعد ثلاثه او كلام من ده او فشل. ايه المشكله لما امشي واغير المدرب واجيب مدرب يقدر يرفع من معنويات اللعيبه اللي عندي؟ فطبعا دي نقطه تحتسب على مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو ما فكرش ان هو يغير من المدير الفني بتاعه ويقدر يجيب مدير فني يتفهم الموضوع، على اساس ان برضه بيبقى بيشوف الحاله بتاعه اللعيبه بتاعته. المدرب الاجنبي برضه بياخد وقت عبال ما يبتدي يتاقلم مع اللعيب المصري. انا شايف ان هو المفروض ان التغيير مطلوب دلوقتي، لان النادي الاهلي في حاله غير مستقره، او شكلا وموضوعا واداء. النتائج بتاعته، احنا مش بنتكلم على الكره الدوري بس في مصر، احنا بنتكلم كمان على البطولات الافريقيه اللي بينافس فيها النادي الاهلي، ومن ضمنها برضو الدعم اللي بيدعمه النادي الاهلي للمنتخبات، يعني برضو بلعيبته والحاجات دي كلها. فمفروض ان احنا لازم يحصل تغيير، وان مجلس الاداره ما فيش مشكله ان هو يغير المدرب، ده مش هيقلل من مجلس الإدارة أو هيقلل من النادي الأهلي، بل بالعكس المدرب الجديد اللي ممكن يجي إذا كان مصري ممكن يرفع من مستوى اللعيبة. كلامه منظم الشاب ما شاء الله، يعني بيقول إن مش لازم نعاند، يعني لازم التغيير، لأن أنا بعد إذنكم جالي برضو كم رسالة كده بيقولوا، يعني الأستاذ حسام عمارة بيقول لسه بدري على الدوري، لسه الزمالك خدش الدوري. كريم اسماعيل بيقول تغيير، عايز تغيير مدرب، تغيير جريدو معاك في معاكم في التغيير. وليد انور بيقول الدوري للزمالك، وفي برضو شريف البرنس بيقول الاستقرار مهم جدا. الاربعه مختلفين ان احنا مش متفقين. انت شايف ان تغيير مدرب مهم جدا في لو في نتائج؟ طبعا يا كابتن جمال، طبعا كل فرق العالم الكبيره لما بيكون مع الاستقرار، لما يعني لا، هي في مؤشرات بتبان لو المدرب ده لسه مثلا طالع، او انت شايف فيه تطور في الاداء او مستوى، ممكن ساعتها تقول استقرار وتدي له فرصه. لكن هو واضح ان جريده الكيمياء بتاعته ما فيش بصمه من ساعه ما جه، الكيمياء بتاعته مع اللعيبه حتى في مشاكل كتير بينه وبين اللعيبه، في لعيبه بتكرهه داخل الفريق، في ازمات بتحصل ما بينهم مع الجمهور، الجمهور الاهلي مش حابه خالص، ويمكن القطاع العريض دلوقتي من الجمهور اغلب معظم جمهور الاهلي بنتكلم 90% تقريبا خلاص رافضين بقاء جريده. فبالتالي استمراره نهايه الموسم مش هيفرق كتير، بالعكس ممكن ياثر بالسلب. فانت ممكن تنقذ الموسم زي ما حضرتك قلت بتعين مثلا كابتن فتحي مبروك، كابتن مختار مختار، اي حد من ابناء النادي الاهلي، ممكن لو حصل تغيير دلوقتي ممكن الاهلي يدخل في المنافسه مره ثانيه. الوقت خلص، وبشكرك كابتن هشام. بشكرك كابتن جمال، كنت سعيد بك جدا. انا سعيد اكتر بوجودي معاك دايما، يعني ربنا يخليك. بشكرك استاذ خالد، بشكرك جدا جدا. شكرا كابتن جمال، كنت سعيد بوجودي في وسط اثنين من العمالقه. الله يخليك. الجيل الذهبي ده كان احسن واحد بيلعب هيد بدماغه. طبعا طبعا.
وانا بشكركم اعزائي المشاهدين، بشكر استاذ احمد الشرباجي المخرج الجميل بتاعنا. ان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي في نفس الميعاد من استاد العرب، واستنونا في شكل جديد قريبا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.